احنا كان كذا حلقه قبل كده اتكلمنا عن اولمبياد الطفل وقد ايه كانت مبادره مهمه وقد ايه كمان فيها اهتمام لان هي بتتم تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. وزارة الشباب والرياضة بتأدي دورها التربوي ودورها الرياضي في الحقيقة. يمكن الطلايع احنا عندنا برامج كثيرة جدا للطلايع مرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والتنشئة العقلية والتنشئة البدنية لهذا السن. هذا السن اللي بيمر فيه الطفل بمرحلة المراهقة وهي مرحلة التكوين، بنكون فيه فكره، بنكون فيه عقيدته، بنكون حاجات كتيرة جدا بنهتم بيها كوزارة شباب ورياضة. احنا بنعمل محاكاة للبرلمان المصري، محاكاة للمحليات ودورها، نعمل محاكاة لكل حاجة. النهاردة محاكاة لمصر استضافتها لبطولة كبيرة وأولمبياد، ازاي شفنا هذا الإتقان الكبير من أطفال مراكز شباب مصر وهم موجودين بيرسموا لوح كبيرة جدا من العروض الرياضية ولوح فنية، مدركين ان هم يعني محاكاة لحدث رياضي كبير في الحقيقة. كمان مشاركة النهاردة الفنان هشام عباس جزء من المحاكاة اللي بنشكره على يعني أغنياته الوطنية الكبيرة اللي بنرسلها. كمان يمكن هذه المحاكاة ويعني البطولة والدورة شارك فيها يعني 86,000 في التصفيات والنهاردة 980 مشارك. الحقيقة هدفنا مش هدف بطولة رياضية أو منافسة، لكن هدفنا الالتقاء، هدفنا المعيشة في هذا الجو، هدفنا التجمع من محافظات مصر وولادنا يعرفوا بعض. هدفنا كمان بنقول لكل الدنيا اللي بتشوفنا مصر اهي، محافظات مصر كلها كانت في توقيت واحد الجمعة اللي فاتت 8:30 مع المحافظين ولادنا والشباب وكل مصر بيعملوا ماراثون دراجات 15 كيلو و10 كيلو و5 كيلو في الحقيقة في سيناء العزيزة. بنعمل مهرجان هجم كبير جدا، النهارده بنعمل مهرجان رياضي اخر. رسائلنا كتيره جدا لكل المجتمع، احنا مركزين جدا في مرحله البناء حتى لو في مرحله الشباب برامج اخرى، لكن مركزين جدا في مرحله البناء وبنرجو ما نرجوه ان يكون المجتمع مساند كمان معانا في قصتنا الكبيره جدا في هذه المرحله، لان بنشترك فيها مع التربيه والتعليم، بنشترك فيها مع كل مؤسسات المجتمع، مع الثقافه، مع الفنون، بنشترك مع كل احنا وزاره الشباب والرياضه في كل الاتجاهات، لان الرؤيه هو استراتيجيه بناء الانسان، الرؤيه هي يعني مصنع رجال منذ النشأ حتى الشباب. بالفعل احنا بنشترك في خطة 2030 الاستدامة، بنعمل مشاريع هي هدفها يعني بنكمل لغاية 2030 وبنعمل مبادرات. الحقيقة بنربط الاثنين مع بعض بيؤدي الى اللي حضرتك بتقوله، هذا الاهتمام ان احنا في مشروعات قومية بنبنيها من السن ده 6 سنوات و8 سنوات، نعمل باكج كده في الرياضة كل ست سنين، احنا بنبدأ بننتقي 6 سنين و8 سنوات، لكن بنحطهم في برنامج لمدة 6 سنين، سنتين سنتين سنة، لغاية البطل الأولمبي. فبالتالي في قطاع البطولة بنبني قواعد غير عمل الاتحادات واللي بتاخد ولادها من الأندية مباشرة. احنا بننتقل من مصر ولاد ما بيلعبوش حاجة خالص وبنحطهم في مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، بنقول لهم دي منتخبات مصر اللي هتنافس لسنوات قادمة عشان الأولمبياد. هي يعني كالعادة نشاطات مكثفة وفعاليات كثيرة بتقام تقريبا يوميا، يعني تقريبا بشكل يومي تحت مظلة ورعاية وزارة الشباب والرياضة ومعالي الوزير النشيط دكتور أشرف صبحي.